متعلقة بمعاني هذه الجولة أو الجودة أو تطبيقاتها في رعاية الجروح. كيف أنا ممكن أفهم هذه التطبيقات في ظل عملي أنا في رعاية الجروح، خصوصا مع التوسع اللي صار كتير في المؤسسات الصحية على مستوى العالم المنادي أو الذي ينادي بالجودة. وذكرنا في المرة الماضية إحنا عن دور المصطلحات الجودة وكيف تأثر أصلاً فينا إحنا من ناحية الاعتمادية أو من ناحية توفير النفقات أو من ناحية patient centeredness إلى آخره. لكن كلها كان حكي نظري. طب أنا هذا الحكي النظري أنا كيف بدي أنزله على الأرض؟ يعني أروح أعين ناس جودة وأقول لهم خلاص أنتم مسؤولين عن الجودة ويقعد يحكوا لي ويحطوا لي فورمات وأنا مش فاهم إيش هذا الفورمات، ولا أنا ممكن إني أنا أفهم كيف أنا أنزلها هذا في إطار أو حدود الممارسة تاعتي في الستاندردز اللي موجودة برعاية الجروح. إحنا المرة الماضية حكينا على مصطلحات عامة براقة تعتبر في الجودة، إنه الجودة إشي كويس وإشي يحافظ على حياة المرضى، يحافظ على سلامة الكادر الصحي، يحافظ على الريسورسز تاعت المستشفى، يعزز التنافسية، يعزز استخدام أمثل المصادر. لكن هذه كيف بدي أنزلها على أرض الواقع؟ في عندي تولز اخترعوهم جماعة الجودة اللي هما انه انا بحاول انقل هذه الافكار البراقة الى ارض الواقع. اشهرها واهمها احنا عندنا في مجال الووند كير، بل على العكس صار هلا في حتى دراسات منشورة بهذه الاسماء باسم التول نفسه او احدى تطبيقاته برعاية الجروح. اشهرها طبعا مش مرت عليكم هو الفوكس بي دي سي اي. الفوكس بي دي سي اي هي عبارة عن اكرونومي، عبارة عن اختصار حروف بتوضح منهجية تفكير أنا بدي أمشيها بحيث أن أنا أوصل للإشي الكويس، أوصل للجول تاعي أو أوصل للجود سيرفيس تاعتي اللي أنا بديها. هذه بأول ما بلشت طلعت في النيرسينج سايد وبعدين توسعت على مستوى كل الهيلث كير كواليتي. هي عبارة عن فريم وورك أول ما تطبق كمثال على الميديكيشن أدمنستريشن على إعطاء الأدوية، وبعديها صار في له تفصيلات وصار له ترتيبات على مستوى كل المعايير تاعت الجودة في القطاع الصحي. أول هو find the problem. في هذا الستيب لازم يكون في عندي أنا proper data collection، يكون في عندي أعرف وين الneeds اللي أنا بدي إياها، أعرف وين أنا الجاب اللي بحاجة إلى إصلاح. مثلا في عندي أخطاء كثيرة بتصير في مجال إعطاء الأدوية، في عندي حالات بتصير معها بريشر ألسر اللي هو مش لازم يصير أو لازم تكون نسبته أقل أو ممكن يكون فيه prevented، بصير في عندي amputation adaptive foot، بصير في عندي هلا. فرض وجود الفايند ليس فرضا qualitative، يعني ليس فرضا نظريا أو ليس فرض بالكلمات، وإنما فرض بالإيفيدنس بالدليل بتاعه. لذلك مهم جدا لما رجعنا نحكي على الانسيدنس بالأول إنه إحنا يكون في عندي منظومة إحصائية قادرة على إنها توضح وين الخلل اللي عندي موجود أنا بالسيرفيس اللي أنا بقدمها. مجرد ما أفهم أنا هذه الفايند تاتي بلزمني وجود سيستم، هذا السيستم بيقدر يضمن وجود الأوبرتيونيتيز تاعت الإمبروفمنت. يعني ما بقدر أجي على مستشفى أو على قطاع صحي أو على منظومة صحية وأحكي أنا في عندنا مشكلة بريشر ألسر. ليش؟ لأنه أنا بشوف حالات بريشر ألسر أكثر. وإنما بقدر أحكي إن أنا في عندي مشكلة في البريشر ألسر لما يكون في عندي إيفيدنس على إنه الريت تاع البريشر ألسر أعلى من الستاندرد العالمي، أو إن أجي أحكي على مركز سكري وأقول إنه أنا في عندي امبيوتيشن كثير بيصير. ما هو متوقع انه يصير في عندي امبيوتيشن لانه بارت من التريتمنت زي ما حكى الدكتور أنس في مرحله من المراحل هو انه لابد ينعمل باتر. لكن لما ينعمل هذا الباتر هل هذا كان في ضمن الستاندردز العالمي ولا لا؟ حتى يكون هذا الحكي مقبول ان احنا نسجله على شكل انه فايند. مجرد ما انا طلعت الى اي اندرستاند ناو اي هاف بروبلم، اوكي الان انا في عندي مشكله وهذه المشكله الان انا بحاجه فهمها وبحاجه تفصيلها والعمل عليها، بروح في عندي انا اورجانيزد البروسيس اللي عملها بتصير اورجانيزد البروسيس. افهم البروسيس تاعه هذا اصلا كيف بيعمله بيصير. البروسيس هذه بتلزم مني فهم الممبرز اللي هم انفولف في هذا الموضوع. مثال مثلا لما نيجي نحكي احنا على مشاكل مرتبطه بالميديكيشن ادمنستريشن، مين هم الممبرز الموجودين فيها؟ عندي الطبيب اللي كتب الوصفه، عندي الصيدلاني اللي صرف الدواء،
عندي النيرس اللي ممكن تكون أعطت الدواء للمريض، وممكن يكون المريض نفسه أخذ الدواء لحاله، أو ممكن يكون مرافقه هو اللي أعطى الدواء. طيب في حالات البرشر ألسر أنا في عندي بروسيس عمالها بتصير، بدأت أصلاً البروسيس من حالة البتريدن. يعني أحسن البريفنشن ينعمل للبرشر ألسر إنه المريض ما يوصل لمرحلة البتريدن، لكن إذا ولا بد وصلنا لمرحلة البتريدن فمعناته بتبدا عندي انا الدايجنوستس لهذا البتريدن، معناته برضه بلزم الطبيب اللي موجود معاه اذا كان معي فيزيوثيرابي كتيم، اذا كان في الهوم هيلث كير معناته السيستم نفسه اللي وداني للهوم هيلث كير، اذا كانت هذا المريض يتبع نظام المستشفى انه المريض بيتبع لطبيب معناته المين ريسبونسبل فيزيشن هذول الطرف، الادخال والخروج واليه الفولو اب اللي بتعمل على المريض اثناء ما هو موجود في المستشفى او بعد خروج من المستشفى هذول هم مرض. هذه بيصير في عندي انا اورجنايزد، هذا الاورجنايزيشن اللي صار عندي انا بدي احوله لسيستم مرئي امامي، بدي احوله لطريقه بروتوتايب بسموها في الجوده، انه انا بدي افهم البروسيس كيف مشت. لو حكينا الان انه مريض صار معاه حادث سير، صار معاه سباينال كورد انجري، وبعد سباينال كورد انجري ما عرف يعملوا له شيء النيورو، والمريض صار بدريدن في البيت. هذا المريض طلع من المستشفى الان ما معاه برشر ألسر، وانا فهمت من ضمن الاورجنايزيشن اللي انا فهمتها اورجنايزنج انفورميشن تاعت البيشنت شو الباث واي اللي بيمشي فيها هذا المريض، وخلينا نسميه احمد مثلا. الباث واي اللي مشي فيها هذا المريض احمد من لما طلع من المستشفى او من لما صار معاه البتريدن لحد ما صار معاه برشر ألسر مر في مراحل. هذه المراحل انا فهمتها الان، فهمت انه في عندي دور للطبيب، في عندي دور للتمريض، في عندي العمليات، في عندي كذا، بدي احولها انا لكلاريفيكيشن على شكل فلو شارت، مثال عليها الفلو شارت، او على شكل انفوغرافيك، او على شكل شيء مرئي نستطيع شو الهدف منه، انه احنا بنفهم بالضبط الاحداث اللي صارت وبنقدر نتواصل مع الاطراف المعنيه في هذا الموضوع. فاذا انا في عندي فايند اوبورتونيتي اورجنايز تيم وكلاريفاي هذه البروسيس بهذا الشكل، بحيث انه انا بطلع بعديها لاني افهم كل المشاكل اللي ممكن تصير في كل خطوه تؤدي الى هذا الخلل. يعني رجعنا على المريض احمد، انا فهمت انه هذا المريض الاصل مرضى السباينال كورد انجري عادة بيكونوا أعمارهم صغيرة، فبالتالي وجود خلينا نحكي مودريت بريشر ألسر بريفنشن بروتوكولز راح تمنع تكون البريشر ألسر، لكن لطول الفترة لعدة عوامل ممكن تكون مرتبطة بالمريض نفسه، ممكن تكون مرتبطة بالأهل، ممكن تكون مرتبطة بالكوادر الصحية اللي بتابع معها، بيدخل في ستيجز، وهذه الستيجز بتوديه بالآخر انه صار معاه بريشر ألسر. الآن أنا فهمت الناس اللي involved في هذا الموضوع، ففي عندي البيشنت نفسه involved، في عندي family members involved، عندي الدكتور والنيورو اللي كان موجود معاه مع أحمد involved، إذا كان يتابع من فريق رعاية الجروح فهم involved، المجتمع اللي حواليه فهم involved، ممكن الناس اللي decision maker اللي اتخذوا هذا القرار كلهم هذولا الناس صاروا involved. وأنا فهمت البروسيس اللي وصلته له إنه صار معاه بريشر ألسر بعد يومين أو ثلاث أيام، لانه لما صار معه بريشر ألسر، اذا اول نقطه كانت انه صار معه بريشر ألسر، يعني عفوا صار معه بدريدن ستيتس. البدريدن ستيتس انا لما اخذت له برادن بين عندي انه البرادن عنده واطي، السكور تاعه 15 او 14 او 12 whatever. بعديها دخلنا في البروسيس الثاني انه هل توفر له كل المستلزمات التي يحتاجها للوقايه من البريشر ألسر؟ الجواب يا اما بده يكون يس يا اما بده يكون نو. في حال ما انه كان يس توفرت له، معناته هل صار عليها الكومبلاينس بالشكل المناسب؟ الكومبلاينس او التزامه صار على مستوى البيشنت والهيلث كير بروفايدرز والكومبانيونز او المرافقين الى اخره الى اخره، لحد ما اكيد صار في خلل عندي. هذا الخلل ادى بطريقه او باخرى الى حدوث البريشر ألسر. رح نحكي المره الجايه ان شاء الله عن الفيش بون اناليسز، انه على الاغلب عدم التزام المريض بالتحريك كل ساعتين او بالتحريك المستمر او المتواصل ادى الى تكون طرح سريري. طيب اذا كان في عنده اير ماترس، اذا ما كان عنده اير ماترس احنا ناخذ دائما السبب الاعلى، فعدم وجود الاير ماترس هو السبب في تكون طرح سريري. طب الاير ماترس موجود بننزل تحت الكومبلاينس، هل تم الالتزام بتشغيلها بشكل مناسب ولا لا؟ والله تم الالتزام، اذا بننزل على السبب اللي بعديها اللي هو الريبوزيشن وهكذا وهكذا. هي هذه هي البروسيس اللي بتفترضها موضوع الاندرستاندينج لهذا السيتويشن اللي صار معنا احنا بتقنيه الفوكس بي دي سي. الى الان احنا ما عملنا ولا شيء،
الى الان احنا بس عمالنا نتطلع على الحالات اللي امامنا ومنراجع هذه الحالات بهذا الشكل. ليش مهم جدا انه نفهمها؟ لانه انا بدي افكر بالحلول المقترحه. انا لما ابدا مثلا احكي انه الان صار في عندي مشكله، هذه المشكله اسبابها 1 2 3 4 عشان اوصل تو اتشيف البيست كواليتي، افضل استراتيجيه امامنا احنا نطرحها في الجوده، تستلزم منا انه احنا نحط مجموعه حلول، وهذه الحلول لازم تكون مبنيه على فكره انه يكون في عندي حل لهذا الموضوع. طيب الحلول عاده اللي بتيجي احنا في اطاراتنا، احنا في اطار العمل ما بين الكادر الصحي والكوادر الطبيه. اول شيء احنا بدنا نتفق على شغله، انه احنا فعلا في عندنا مشكله، احنا في عندنا مشكله بالجوده فعلا، يعني مش بس كوند كير وانما حتى كمؤسسات صحيه كامله. ما هو سبب هذه المشاكل؟ دونابيديان وهو واحد من اكثر الناس المهتمين الجوده كان يحكي، لو طلب مني اختصار عمل الجوده كله في كلمه واحده لقلت هو تقليل الفاريشنز، هو تقليل الاختلافات اللي بتصير بالرعايه. خلينا نعطيكم سيناريو على المريض هذا نفسه تاع سبينال كورد انجري. هذا المريض لما داوم على الشفت الصباحي التمريض اللي كان موجود معاه والاطباء والراونس والاداره اخذ كير ممتاز، بحيث انه عمل له ريبوزيشن مناسب، عمل له سكين كير مناسب، عملت البرايدن صحيحه، اخذ الاوفلودنج ديفايس، كل اموره كانت ممتازه. شفت البي صار في فاريشن بالكير، هل نستطيع ان نضمن انه الرعايه اللي اخذها على الشفت الصباحي تساوي الرعايه اللي اخذها على الشفت المسائي؟ نتمنى ذلك. الجودة بتحكي انه لازم نوصل لهذا المستوى، او انه الفرق ما بين، رح نجي ان شاء الله نحكي بمرحلة عن مقدمة في علم الاحصاء، انه الفرق ما بين مستوى الرعاية التي قدم بالشفت الاول ومستوى الرعاية الذي قدم بالشفت الثاني هو بالانسيغنيفيكان زون، يعني الفرق كتير ضئيل او حتى لا يمكن تسجيله. اذا هذه النتيجة اللي احنا بدنا اياها عشان نضمن انه انا سيلكت البروبر كير. فمثلا لما نحكي انه انا بتعامل مع هذا المريض احمد عشان اعمل له بريشر ألسر بريفنشن، انا في عندي اكثر من انترفنشن بدي اخذه بعين الاعتبار. في عندي انترفنشن متعلق بالبرادن، انترفنشن متعلق بالسكين كير والهايجين، انترفنشن متعلق بالريبوزيشن، انترفنشن متعلق بالفلودينج وهكذا. هذول كلياتهم الباكج اوف كير بتكرر طول ما هو المريض بدردن، تكرارهم طول ما هو المريض موجود في مرحله البدريدن سيتويشن بيستلزم انه الفاريشن اللي انعملت ما بين المره الاولى والمره الثانيه يكون كتير صغير وكتير ضئيل عشان نعرف نعمل فيها سلكشن. لكن اللي عماله بيصير على ارض الواقع، لا انا في عندي تحديات مرتبطه بالمكان، تحديات مرتبطه بالزمان. يعني لو افترضنا مثلا انه انت مدير في وحده رعايه منزليه وعندنا 10 افرقه او 10 مجموعات تتحرك في ضمن المساحة الجغرافية اللي أنت بتغطيها في الهوم هيلث كير، هل العشرة تيمز هذول العشر أفرقة تقدم مستوى رعاية متماثل أو متقارب؟ أديش كانوا هم متقاربين أكثر أديش إحنا بنحقق الجودة؟ ليش؟ شو العلاقة اللي بينهم؟ إنه إحنا بنقدر نحدد بالضبط خلل محدد أعرف أشتغل عليه. يعني لما يكون أنا في عندي مثلاً بريشر ألسر عالي او دايبتك فوت مثلا، خلينا نحكي مستوى امبيوتيشن عالي، بس والله التكنيشن الاولاني او الاخصائي الاولاني او الطبيب الاولاني بيقدم رعايه في مستوى الايوما وفي مستوى الوند سينيون ومستوى الستاندرد، وطبيب ثاني يقدم يعني بس يرجع المريض مره ثانيه، فيا بيجي حظه عند الاولاني يا بيجي عنده حظه عند الثاني. هو حظه عاد لما رجع عند الطبيب الثاني، الطبيب الثاني بيشتغل بالبوفيداين وبيشتغل بال بالتراديشنال واي اوف دريسنج. اذا قدرتي انا اصلا على ضبط العمليه تحسين الجوده بين الطرفين حتكون تقريبا معدومه. لذلك مهم اول شغله في السلكت اللي لازم تنعمل بالفوكس بي دي سي هو توحيد الانترفنشن حتى نعرف نحدد وين الخلل موجود. اذا لما نوصل عند مرحله خلاص انا سلكت شو الانترفنشن اللي انا بدي اعمله، ودائما بيكون الانترفنشن الاول هو توحيد العطيه. توحيد العمل هذا عشان يكون موحد ايش بلزمه في المؤسسات؟ احنا عاده
يعني حتى في التاريخ لما يحكوا عن تدوين المصحف أو كتابة المصحف أو تحويل القرآن إلى مصحف، يعني إنه ينكتب بين دفتين، كان سببه التاريخي المعلن هو إنه عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم استشهدوا في حروب الردة، فخاف الصحابة على القرآن من الضياع، فبالتالي قالوا لا يعني عشان ما يضيع تعالوا نكتب بالسياسات بالجودة في البوليسز. مثال مشابه، يعني ما هو السبب الذي يدفع مستشفى لكتابة سياسي؟ هذا سؤال حقيقي على أرض الواقع. ليه في عندي سياسة دخول وخروج، وعندي سياسة تقييم موظفين، وعندي سياسة اعتراض على تقييم كذا، ليه عندي هذه السياسات موجودة؟ ما هو السبب فيها؟ السبب فيها ماشي توحيد العمل صحيح، لكن أصله هو توحيد العمل الحاجة اللي خلتنا هي. يعني قبل ما يكون في عندي سياسة، قبل ما يكون كان العمل مش موحد، صح؟ ولأنه العمل كان مش موحد اضطرينا انه لا يا عمي تعالوا نقعد عشان نتفق على الاشياء المعينه، صح؟ لانه احنا لما قعدنا وحددنا انه في عندي انترفنشن، في عندي شغله الناس ما عمالها تمارسها بنفس الطريقه. يعني في عندي ناس بتحب تدخل المريض من العيادات، في عندي ناس بتحب تدخله من الطوارئ، مع هيك فوضى. فلازم نقعد كلنا مع بعض نكتب ما لم نتفق عليه سابقا لوضع اطار للاتفاق الحالي. احنا مش متفقين على شيء، كل واحد فينا عماله بيعمل. عشان هيك يقال في علم الاداره كلما زادت السياسات زاد ثقل المؤسسه، انه اصلا السياسه هي انعكاس على عدم اتفاق سابق، فاضطرينا عشان نقعد مع بعض نوحد هذا الكلام اللي احنا بدنا اياه ونتفق على اليه لتطبيقه، فصار في عندي السياسه. طيب ننقل هذا الحكي على مجالنا احنا بالوتكر، هل في حاجه الى وضع سياسات تخص الوتكر الان في هذه المرحله احنا عايشين فيها؟ قبل اي مرحله سابقه صار ولا بد وجود سياسه موحده للانترفنشنز الخاصه بالوتكر كلهم، يعني كبريفنشن او تريتمنت او واتيفر، بناء على السلكت، بناء على الجوده نفسها. طب ما السبب بذلك؟ لانه فعليا انا صار في عندي فاريشن عالي برعايه الجروح، تطبيقات رعايه الجروح. ما هو سبب الفاريشن اللي صار؟ بشكل اساسي هو سبب تاريخي، انه تطور علم الجروح كله صار خلال 20 سنه الاخيره، ففي عندنا عدد كبير من الكوادر ما وصل لهم هذا التحديث، فبالتالي ادت الى انه ممارستهم لهذه الامور صار فيها خلل. مثال مشهور وشهير جدا عليها هو البوزيشنينج والتيرنينج والريبوزيشنينج. اذا احنا فتحنا اي كتاب تمريض او طب بنلاقي انه من الانترفنشنز الاساسيه اللي لازم تستخدم في عمل البريشر ألسر بريفنشن هي انه نعمل ريبوزيشن، لكن لانه التيرمز تطور بسرعه بنلاقي الكتب بتستخدم اكثر من اربع مصطلحات للدلاله على شيء واحد. فمثلا بنحكى تيرن وبنحكى position وبنحكى reposition وبنحكى change patient position، ومرات كان ينحكى moving، ومرات هذه الانترفنشنز كلياتها هل هي نفس الشيء؟ فعليا على مستوى العلم والتطبيق والتطور اللي صار برعاية الجروح في pressure ulcer position، احنا ما بدنا turn وما بدنا positioning، احنا بدنا reposition، احنا بدنا reposition لانه لازم يكون في عامل الوقت. لكن على مستوى الكتب الممارسة بنلاقي الناس شو بتحكي لها خلاص turn، يعني ممكن تيرن بتعني انه التايم عندي انا مش كتير محكوم، ولازم عشان نحكم التيرن نحط تيرن كيو كذا اور تيرن كيو، معناته الممارسه مش مفهومه. بل على العكس بنلاقي انه في عندي ابحاث الى الان بتحكي انه الريبوزيشن ممكن يكون كل ساعتين، وفي ابحاث تحكي ممكن يكون من ساعتين لثلاث ساعات، وفي ابحاث بتحكي انه ممكن الريبوزيشن يقعد لحد كل اربع ساعات. هذه الفاريشن خلقت بلبله في داخل الاوساط الممارسه في المستشفيات. بالتالي انا لو بدي اجي اعمل بريشر ألسر امبروفمنت وما عندي سياسه ضابطه، كيف بدي اقيم عمل الناس؟ اذا اول عمل واهم عمل لازم نعمل في فوكس بي دي سي اي فيما يتعلق بالوند كير هو ضبط التصرفات او توحيدها او الاتفاق عليها بايجاد بروتوكول او جايد لاين متفق عليه من ضمن الناس اللي موجودين ومبني على الايفيدنس. بالتالي في عندي مستشفى ممكن يوافق على انه الريبوزيشن يصير كل ساعتين ونص، وفي عندي مستشفى راح يوافق على انه الريبوزيشن راح يكون كل ساعتين. في المستشفى الاول اذا صار الريبوزيشن كل ساعتين لساعتين ونص
مقبوله بناء على البروتوكول اللي عندهم موجود، فما بيكون هذا من السلكشن تاعت الامبروفمنت. بينما في المستشفى الثاني بما انه تم الاتفاق عليه انه كل ساعتين، فلازم يكون الاتفاق عليه كل ساعتين. طبعا هذا الحكي كمثال، والا عدد المشاكل اللي عندنا موجوده في هذا الاطار حدث بلا حرج. مثالها مثلا السكانينج كود اللي موجود في المستشفيات، الدخول والخروج، الميديكيشن ادمنستريشن بحد ذاتها، مين لازم يحضر الدواء مثلا؟ احنا نحكي هون بالجوده بشكل عام، هل الدواء يتم تحضيره في الصيدليه وينعطى للمريض في المستشفى، ولا الدواء يطلع مباشره للقسم والقسم يحضره؟ طب شو بالنسبه للكوميونيكيشن اللي بتصير ما بين الكوادر الصحيه كلياتها؟ شو بالنسبه للتيرمز اللي عمالها بتطلع؟ طب بالنسبه للهاند اوفر، الاستلام والتسليم اللي عماله بيصير؟ هذه كلها جابس موجوده تحتاج الى سلكشن بناء على الاندرستاندينج اللي صار احنا عندنا في البروسيس. على مستوى الوند كير احنا بنلاقي هذه النيدز تاعتنا شوي مختلفه عن ميديكيشن ادمنستريشن، شوي مختلفه عن الكوميونيكيشن، لانها متعلقه ب هيلث كير بروفايدر بيشنت ريليشن، هي اكثر شيء العلاقه عمال هون الديفكت بيصير اكثر من كونه ديفكت في السيستم. يعني لما نحكي احنا انه هل يفهم كل الكوادر الصحيه الوونز بنفس الطريقه، احنا بنلاقي انهم يفهموها بنفس الطريقه. يعني قدرة الكوادر الصحية التي تعمل في مجال رعاية الجروح على تفريق البرشر ألسر عن دابت الفوت كتير عالية إذا ما قارناها ب يعني قدرتهم على ديتكشن المشكلة أعلى من المشاكل الثانية اللي موجودة زي الهاند أوفر أو الديكيشن المستشفى. فهذا إشي كويس على مستوى السيستم، لكن وين الأخطاء بتصير أو وين خلينا نحكي عدم الانضباط بيصير؟ في أثناء الانترفنشن اللي بيقدمه الهيلث كير بروفايدر دايركت للبيشن، اما باختيار الدريسنج او بتحديد البريفنشن او الى اخره. اذا هذا هي الديفكت اللي اكثر شيء منتشره بالليترشر بناء على الايفيدنس اللي عندنا موجود. طيب خلصنا الفوكس بي دي سي اي، بنروح للفوكس، عفوا خلصنا الفوكس بنروح على الجزء الثاني اللي هو بي دي سي اي. انا عرفت هلا انه في عندي خلل، خلينا نحكي مثلا ان انا عندي خلل في عدم توفر الأوفلودينج ديفايس، أو خلينا نحكي على عدم الالتزام بمستوى الريبوزيشن كل ساعتين. لما نيجي نحكي على الـ PDCA ونيجي على السلكت، ما يعني يكون صعب كتير إذا إحنا بدنا نشتغل عن جد فوكس PDCA إنه أنا أجي أحكي إنه أنا في عندي خلل مرتبط بالـ Pressure Ulcer Prevention كله، وأحكي أنا بدي أشتغل على كل ستاندرز تاعت الـ Pressure Ulcer Prevention، وإنما بناء على السلكت بنحط لهم Priorities. فأنا مثلاً بحدد إنه أنا مشكلتي وين كانت موجودة، مثلاً في الديابتيك فوت كانت مشكلتي بالأوفلودينج ديفايس، بالبيشنت كومبلاينس، بالأوفلودينج شوز، بال شو الانترفنشن اللي كنت حاب إنك أنت تفكر فيه أو تحكي فيه. إذن هذه الطريقة اللي بتم فيها التفكير بحيث إن أنا طلعت من السلكت محدد إنه هايست بريوريتي بالمستشفى A أو في البروجكت تاعي اللي أنا شغال فيه هو إمبروف البيشنت كومبلاينس للريبوزيشن مثلاً. انا عندي اكثر من طريقه اقيس فيها الريبوزيشنينج، عندي اكثر من طريقه اقيس فيها الكومبلاينس للاير ماتريس، عندي اكثر من طريقه اقيس فيها الكومبلاينس للبرادن سكيل نفسه. هلا صار في دراسات تحكي حتى انه في عندي تقصير بيصير حتى في قياس البرادن، يعني ممكن ناس عمالها بتعمل برادن بس انها بتنسخ مثلا اللي كان موجود عند شتات ماضي، او بتعمله لكن without understanding الاسيتس تاعته. حتى اتذكر لما حكينا على البرادن قديش وصلنا فيه انه هو الموضوع مش سهل بفهم ماذا أرادت برادن أصلاً بهذا الانترفينشن. طبعاً هي يعني نحكي لكم خبر حزين إنها هي توفت الأسبوع الماضي، أتوقع بجوز بعضكم علم إنها برادن ماتت الأسبوع الماضي، ويعني حقيقة بضل إنجازها الكبير هو اللي موجود وحاضر معنا. فالآن إحنا بنيجي بنحكي على الـ PDCA. ماذا تعني كلمة PDCA؟ من اسمها Plan. إذا أنا باجي على priorities تاعتها اللي إحنا حطيناها وحكينا، وأنا في عندي aspects معينة، هذه الaspects أنا بدي أشتغل عليها اللي أنا عرفتها من select. هذه الaspects أنا أشتغل عليها بدي أحطها في ضمن plan. plan هذا بده يكون له formula معينة عشان نقدر نضبط تصرف الناس عليها. هذا بده يكون specific اللي هو smart objectives اللي مرت عليكم أكيد، اللي هي بده يكون specific objectives عنده time frame واضح في الستبس فور امبلمنتيشن،
والريسبونسابيلتيز اللي بدها تنعمل فيه، وطبعا زي ما حكينا التايم فريم انه يكون واضح انه خلال الفتره هذه ايش الانترفنشنز اللي لازم ينعمل لتحقيق هذا الهدف. ومهم جدا انه في البلان بركز على موضوع القياس، انه how we will measure هذا الانترفنشنز اللي احنا بنحكي عنه. ننتقل بعديها للدو، وهو البوتينج اكشن اون ذا جراوند، انه نحط الاشياء اللي احنا اتفقنا عليها ونحط تطبيقها على ارض الواقع. مثلا بدنا نعمل هيلث ادكيشن اويرنس، بدنا نعمل نشتري الاير ماتريس، بدنا نجيب الاوفرلاي الاوفر بيد هذه اللي بتساعد البيشنت على الريبوزيشن، بدنا نجيب دريسنج فور بريفنشن، مثلا نجيب سيليكون دريسنج، بدنا نجيب الاوفلودنج ديفايس لمرضى الدايبيتيك، بدنا نغير الانترفنشن تاعنا مثلا بالنسبه للسيرجيكال سايت انفيكشن، بدنا ندخل نيجاتيف بريشر مثلا مع نوع معين من العمليات. الاكشن هو ايش الشيء اللي راح ينعمل هون، هي الدو ستيبس تاعتها. بعديها بده يكون في عندي انا كونتينوس تشيك للانديكيتورز اللي احنا شغالين عليهم، فالداتا كولكشن تاعتها وي ويل ميك شور ذات وي اوريدي فولو اب الانفورميشن، وي ار ريفايزنج ان بيرفورمانس، we have our KPIs اللي هي key performance indicators related to اذا كنت عم شغال application errors، اذا كنت شغال على patient safety، اذا كنت شغال على pressure ulcer، اذا كنت شغال لازم يكون في. ليه هذه مهمه؟ انه نعملها كمان periodic revision. ما انا ممكن اقدم اطبق intervention وهذا intervention يؤدي الى نتائج سيئه، فالنتائج السيئه هذه تكون ما حققت لي الهدف اللي انا بدي. وبعدها انا بكون في عندي act which is a part from continuing evaluation based on the evaluation اللي نعمل هون على النتائج اللي عملها تطلع معي، بدي افكر بطريقه to maintain and sustain الانترفنشنز اللي صار عندي. اذا الاكت نفسه بيكون جزء منه check وجزء منه maintain للانترفنشن هذا. maintain بتعني انه ممكن يكون في تغيير السياسات، ممكن يكون including training معين مثلا في ضمن الستاف orientation، ممكن يكون مثلا مخاطبة الجامعات عشان تغير مناهج التدريس تاعتها، ممكن تكون وضع لافتات تحذيرية للمرضى للالتزام، أي شيء متعلق بأنه إحنا ما بدنا نرجع نعاني من المشكلة اللي صارت معنا. التحدي اللي إحنا بنلاقيه بالوند كير خصوصا هذا أكثر شيء بارز مع البرشر ألسر، زي ما رح نجي هلا نحكي على نقل الامور الخاصه في البريشر اصلا لكونها ناشونال بيشنت سيفتي انديكيتور، ترى هو الى الان ما صار انترناشونال لكن هو واصل عند الناشونال، انه في فتره معينه من الفترات بيرتفع العدد المرضى او الريت تاع البريشر اصلا المرتبط في البريشر اصلا في مستشفى ما وليكن مستشفى اكس، فبتلاقي مباشر الادارات تحركت والناس تحركت والبريشر اصلا والكذا والمونز او السيرجيكال سايت انفيكشن في المقابل او الامبيتيشن ريت بالذات، هم في الدايبتك فوت ما بركزوا الا على الامبيتيشن للاسف يعني، وبس يصير في عنده امبيتيشن بيتحرك. والمهم اي انترفنشن منها اي انديكيتور هدول بس يرتفع بنلاقي المستشفى كله تحرك وتحولت دائره المشتريات ودائره التمريض ودائره الطبيه والكاس كلها تعمل بشكل دايناميك لتقليل مستوى رعايه المشكله اللي موجوده. طبيعه البريشر السر انه سريع الاستجابه مش زي الدايبتك فوت، فمثلا انت اذا انا بدي اقارن مثلا بين مستوى الهوسبيتال اكيوت بريشر السر او البريشر السر ريت بشكل عام واي مستوى ثاني كان بالسيرجيكال سايت انفيكشن او بالدايبتك فوت، فبنلاقي الاسرع بالتغير هو البريشر السر لطبيعه البريشر السر انه هو بسرعه بتكون وبسرعه يمكن السيطرة على الريت. أنا بحكي على مستوى مؤسسي كامل، فأنا لو أترك البريشر ألسر بريفنشن مثلا مدة أسبوع في مستشفى كارثة بتصير، أرجع أطبقه الشهر اللي بعدين ما بحس إنه في عندي شيء، يعني بطلع على أرقام الشهر هذا الأخير بنحس الوضع كتير أفضل لأنه هو انترفنشن سريع بالتحرك. فبنلاقي مباشرة بعد ما تصير الانترفنشن هذه الناس كلها بتتحرك بنزل الريت على البريشر ألسر، أنا بحسهم إيش وكأنه يعني نزل مرة تانية في المحيط، نزل يغرق في المحيط الموجود، فبطل حد يحكي عنه، فبتبطل الأويرنس والنيد تاعته والنيد تو أكت تو مينتين التشينج اللي صار. يعني كان في عندنا مشكلة في البريشر ألسر في مستشفى معاه مثلاً، لا البريشر ألسر وتعقد اجتماعات عالية على مستويات عالية وبتبدأ الناس تتحرك، جيبوا لنا الإير ماتريس، جيبوا لنا تريننج للتمريض، اويرنس للاطباء، اويرنس للمرضى، بنزل الريت الشهر اللي بعديه الشهر اللي بعديه، بعدين ببطل الموضوع حتى مطروح على
أجندة النقاش على المستويات الإدارية العليا. فمهم جدا فيما يتعلق بكل الانديكيتورز اللي احنا شغالين عليها بالوند كير انه يكون دائما هنالك فولو اب ومينتين تؤشر انه هذا التشينج راح يضل، وتكون دائما عند الناس اللي موجودين في الديسيجن ميكر انه المينتيننج الاكت هو صعب زيه زي الانترفنشن. يعني انه انا احافظ على بقاء المنظومه اللي انعملت، احافظ على بقاء الجهد اللي انعمل برضه كمان صعب ويحتاج الى مينتيننج عالي. هلا هذا الحكي ممكن الان ان احنا نطبقه صار بسهوله بالنسبه ل دايبتك فوت والهوسبيتال اكوال بريشر انجن. زي ما حكينا احنا في دايبتك فوت الموضوع شويه اكثر تعقيدا، اكثر تعقيدا في جزئيه انه اللي كثير انترست للجهات الاعتماديه هو الامبيتيشن ريت. بيحسبوا الامبيتيشن ريت بانه عدد المرضى اللي بيتابعوا المستشفى هاد خلال سنه كمرضى قدم سكري تقسيم، او عدد المرضى صار لهم امبيوتيشن نتيجه قدم السكري تقسيم عدد المرضى اللي بيتابعوا القسم هذا نتيجه لحصول مرضى سكري. مثلا انا عندي مثلا في مركز سكري عندي 100 مريض، عندي 10 السنه عملوا امبيوتيشن، فبحط 10 تقسيم 100. المشكله في هذا الانديكيتر هو عامل الوقت. ايش يعني عامل الوقت؟ هو ال10 اللي عملهم امبيوتيشن هل راح يضلوا ينحسبوا من ضمن المقام ولا لا؟ طب لو انعمل له امبيوتيشن للتنتين، او كان عنده دايبت فوت في واحدة والقدم الثاني كانت كويسه، فهما رجع، هل بضل في المقام ولا لا؟ هل من العدل يضل في المقام؟ يعني في بعض المشاكل مرتبطه فيه من ناحيه احصائيه. لذلك صاروا يستعيضوا عن هذا التول بتول ثاني اسمه الهيلينج ريت. هذه فيها خطا طباعي، هي اتش اي اي ال اي ان جي هيلينج ريت هذه. فالمهم صار العمل على انه احنا ما بدنا نستنى لحد ما يصير الامبيوتيشن بدايبتك فوت، وانما لازم يكون في عندنا انديكيتورز تحدد مستوى الوندز اول ما دخل على السنتر ومستوى البروجريس اوف التريتمنت او البروجريس اوف كير اللي انعمل له خلال فتره ما هو موجود. والموضوع كمان كتير داوتبل وكتير عليه مشاكل على مستوى يعني الساينتفك كوميتيز والناس الاكسبرتس في هذا الموضوع. كان في دراسه جديده انتشرت اظن لارمسترونج حكى فيها في هذا الموضوع، حكى على انه لازم يكون في عندي انا تول للايفالويشن وتول للبرفورمانس وكذا كذا، لكن صعب نقدر نبني عليها شيء كتير سوليد خلينا نحكي، لكن لازم ناخذها بعين الاعتبار. بالطرف المقابل الريت اللي عندي كتير واضح وكتير الانترفنشن بتاعته كانت مبينه بالوند كير اللي هو الهوسبيتال اكوير بريشر انجري او الهوسبيتال اكوير بريشر السر. وصاروا كمان يحكوا على انه مش هوسبيتال اكوارد وانما هيلث اكوارد، يعني بحيث انهم يشملوا فيها اي محل بيكون مشمول في ضمن القطاع الصحي. فمثلا المرضى الاي كيو او مرضى الكلى اللي هو بيكون موجود او بيجي على المستشفى عشان يغسل فبقعد 4 ساعات، مرضى الهوم هيلث كير، المرضى اللي يعني بيقضوا مثلا خلينا نحكي زي مرضى السيكاتريك او كذا اللي هو بيقضي جزء من النهار او جزء من الوقت في ضمن منظومه صحيه لكنه لا يعتبر كانه انبيشنت، فكلهم عشان يجملوهم بالريت تاعهم بالهوسبيتال اكوال بريشر انجري. هذه كلها راح يجي عندي انا يسال، راح نسال سؤال على مستوى انه انا مثلا بداوم بقسم رعايه جروح والخيارات اللي عندي دائما تكون خيارات محدوده، وانا وقتي محدود وكادري محدود والتحديات كبيره، فلازم احط فيها برايورتيز. هل البرايورتي تكون متجهه نحو الهوسبيتال اكوريت بريشر انسر ولا الدايبتيك فوت؟ برايكم ايهم يجب ان نبدا العمل عليه اكثر؟ خلينا نفترض انه احنا بنشتغل في مستشفى كبير، هذا المستشفى فيه التنتين، في عندي مرضى هوسبيتال اكوريت بريشر انجري وبريشر انسر وبريفنشن وجوده، وفي عندي طرف ثاني كمان موجود بالدايبتيك فوت. او سؤال على مستوى فردي، يعني مش شرط يكون أنا مدير وإنما طيب أنا بشتغل في هذا المستشفى، أيهما أكثر احتياجاً ممكن يعطيني فرصة عمل أكثر؟ أشتغل في مجال الدايبتك فوت ولا أشتغل في مجال البريشر ألسر؟ طبعاً إحنا على جنب من السيرجيكال سايت انفكشن لأنه هذا وضعه كمان بدخل في أطراف أخرى، لكن على مستوى هذه هون التنتين مهم جداً إحنا نفهم البريوريتي في ضمن البابيوليشن اللي إحنا عايشين فيها. يعني إذا كنت أنا مسؤول في مستشفى، هل أنا بركز على الدايبتك فوت بناء على عدد المرضى
ولا بناء على الامباكت تاع التاثير اللي بيصير للامبيوتيشن؟ ونفس الشيء بالنسبه للهوسبيتال اكوايرد بريشر ألسر، هل باثر على عدد المرضى؟ باثر بناء على الاكيوبسي ريت اللي بتصير في داخل القسم هذا نتيجه لوجود هذول المرضى في هذا القسم ولا لا. البريوريتيز هذه بتنفهم بثلاث عوامل اساسيه. العامل الاول بنحكم فيها هو عامل كوانتيتي اوف بيشنتس، اصلا عدد المرضى اللي بتاثرين في هذه المشكله كم. كل ما زاد عدد المرضى اذا البريوريتي تاعتهم في الحل حتكون اعلى. كمان بتاثر على الكواليتي اوف لايف تاعت البيشنت. يعني الان احنا التنتين سيئين والتنتين بدنا نحلهم، ان كان الهوسبيتال اكوايرد بريشر ألسر او الدايبتيك فوت ألسر. انا بالوند كير عندي تارجت بالكواليتي ان انا احل التنتين، لكن بدي احاول نشوف انو اللي ممكن تاخذ بادجت اكبر في الميزانيه. تتذكر لما حكينا عن حضاره الايكونومكس، او انه انا ممكن تاخذ جزء اكبر من وقتي انا اللي هو محدود كمان. اذا انا بدي اتخصص مثلا في مجال رعايه الجروح، او بدي اعمل رساله الماستر تاعتي او الدراسات العليا تاعتي في مجال رعايه الجروح. العامل الاول هو عامل البيشنت فوليوم والسكوب اوف سيرفيس في هذاك المستشفى. فمثلا انا لما اكون اشتغل في دايبتيك فوت كلينيك، فعلى الاغلب المرضى اللي حيجوني كلهم دايبتيك فوت، سو اي ويل باس ان البريوريتي تاعتي حتكون دايبتيك فوت. اما اذا انا شغال في مستشفى عندي هاي وعندي هاي، فانا بتطلع اول عامل بتطلع عليه هو عدد المرضى. العامل الثاني نطلع عليه هو الكواليتي اوف لايف تاعت البيشنت. التاثيرات الباد كونسيكونس اللي راح تنتج عن مشكله معينه اذا ما صارت ضرب البيشنت فوليوم، يعني عددهم والتاثيرات اللي صارت عليهم. يعني اكيد الكونسيكونس تاعت الدايبتيك فوت اسوء على الكواليتي اوف لايف، لانك بتودي الامبيوتيشن. بس احنا لما يكون في عندي ريسورسز على مستوى الايكونومكس وعندي بيشنت فوليوم مثلا بالبريشر انجري عددهم 1000، مريض واحد عنده دايبتيك فوت واحد بس، فالبيشنت فوليوم صح هذا التاثير على هذا المرض حتكون اعلى، لكن على مستوى المؤسسه كلها بيكون البريشر ألسر هون اخذ ريسك اكبر. رقم ثلاثة هو الريسورسز، الافيلابيلتي اوف ريسورسز، وهل هذه الريسورسز اصلا متوفره ولا لا. بناء عليها احنا نحط البريورتيز تاعتنا. يعني والله احنا بدنا للبريشر ألسر بريفنشن بدنا سيليكون دريسنج عشان نعمل دريسنج فور بريفنشن للمرضى البدري. حلو ممتاز، حطينا بدري لكن مش موجود، فهل نوقف خلاص بدناش نعمل ولا شيء، وانما نتحرك في ضمن المطروح عندي انا في هذا الموضوع. لذلك دائما انا في عندي opportunities for improvement، لازم بحصل معلومات على الامبروفمنتس اللي انا بدي اعمله، بحدد البريوريتيز بناء على هذه المعلومات. طيب هذه المعلومات الان اللي صارت امامنا، ان كان من الفوكس بي دي سي اي او من الاكت اللي هو كونتينيوتي اوف امبروفمنت، انا من وين ممكن احصل معلومات؟ اول شيء حكينا انه في عندي انا كي بي ايز اللي هي لازم تكون موجوده عندي انا في المؤسسات. ممكن نلاقي كمان معلومات بتجينا احنا من الاوبزرفيشنز، او اشهرها والان والاكثر اتفاقا عليها اللي هو الجايد لاينز، انه انا بشوف الانترناشنال جايد لاين في بريشر ألسر بريفنشن شو حكى في جزئيه معينه، وبفحص مدى تطبيق هذه الجزئيه المعينه على مستوى المستشفى اللي انا موجود فيه. وهذه برضو كمان ات وركس، صح عليها مشاكلها لكنها ات وركس. ليش ات وركس؟ لانه احنا بالاخر بالوند كير نتعامل مع نفس البيشنت، يعني او البيشنت كاركترستيك كثير متقاربه. ممكن مثلا ما بتشتغل مع مرضى السيكاتريك، ممكن ما بتشتغل مع مرضى النيوتريشن، بس مع مرضى الوند كير الى الان شغاله، والسبب فيها ان الكاركترستيك بتاعتهم متطابقه. الان احنا في عندي هذا المثال المشهور مثلا اللي هو بيضمن لي موضوع الكونتينيتي اوف داتا. اذا طلعنا هون انا في عندي 21 مريض توزعوا على 6 اسره خلال يوم الاحد 2 3 4 الخميس الجمعه. هذول معناها في عندي هون مريض دخل وطلع، بعدين دخل مريض ثاني، المريض الثالث بيشنت 3 ضل موجود يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعه. يوم الاحد على بد 2 ما كان في اي مريض، على يوم الاثنين على بد 4 كان في عندي مريض 4 سوري على بد 2 كان في بيشنت 4، وبعدين طلع ودخل بيشنت 5، وبعدين طلع ودخل بيشنت 6 وضل بيشنت 6 موجود، وبعدين بيشنت 7. المهم يعني في عندي مجموعه حركه من المرضى لحد ما وصلوا في عندي انه في عندي 21 مريض مروا على هذول 6 اسره خلال الاسبوع هذا. ماشي، هذه الفهم، هذه الداتا اصلا موجوده في اي قطاع صحي. يعني انا لو دخلت على اي مستشفى او اي رعايه منزليه او مركز صحي، عاده هاي الداتا بتكون موجوده. بس ايش الاشياء اللي احنا بدنا نغيرها ونفهمها في هذا الاطار؟ تذكروا لما حكينا على الريت، فرقنا بين كلمتين، بين patient days ونمبر اوف patient. اذا رجعنا هون عدد المرضى كلياتهم اللي مروا هون كم؟ هم 21 مريض.
لكن احنا لما نيجي نحكي patient days بنعد عدد الايام المرضيه اللي كانوا موجودين في كل يوم وبعدين نجمعهم. فمثلا هون في كان عندي patient واحد، هون ما في حدا، اذا 1 2 3 4 5، اذا عدد الايام المرضيه اللي كان يوم الاحد هو 5، عدد الايام اللي المرضيه اللي كان يوم الاثنين كان 6، يوم عدد الايام المرضيه اللي كان موجود يوم الثلاثاء 6، عدد الايام المرضيه اللي كان موجود هون 6، هون 6، هون 6، فبحكي 5 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6، فبطلع عندي 18 24 28 و5 بيطلعوا 32 يوم. اذا عدد المرضى 21 وعدد البيشنت دايز كان 32. طب ليش هالتعقيد؟ ليش هذا الحكي مهم؟ مهم كتير في البريشر ألسر لسبب رئيسي، اللي هو انه الوقت عامل من عوامل تكون البريشر ألسر. عشان هيك في البريشر ألسر راح تلاقي بعض الكتب بتفرق ما بين الهوسبيتال البريفالنس والانسيدنس، فبنلاقي كتير فيها حكي. مثلا اعطيكم عليها مثال، وزارة الصحة في السعودية في عندي ادارتين تتابع البريشر ألسر ريت، في عندي إدارة اسمها إدارة المستشفيات، هذه إدارة المستشفيات بهمها كتير الإنسيدنت، فهم بيتابعوا البريشر ألسر إنسيدنت، يعني اللي بيستخدم في حسبة البيشنت دايز، فبتلاقيهم بس يخلصوا عدد المرضى بيروحوا على البيد مانجمنت مثلا عشان يجيبوا حسبة البيشنت دايز، لأنه بوجهة نظرهم عامل تكون البريشر ألسر مرتبط بعامل الوقت، فأنا لازم أفهم علاقة الوقت مع البريشر ألسر. يعني بناء عليها كل ما زاد الوقت اللي بيقضيه المريض في الاي سي يو بتزيد احتمالية تكون البريشر ألسر، معناته أنه البريشر ألسر تكون أول ما يدخل المريض، معناته في مشكلة في كارثة. البريفالنس ما بأخذ عدد الأيام المرضية وإنما بأخذ عدد المرضى بس، كم مريض عندك كم بريشر ألسر صار في عندك وبقسمهم على بعض، هذه البريفالنس. زي ما حكينا في وزارة الصحة إدارة المستشفيات مثلا بتهتم كتير في الانسيدنت ريت، حتى في الريبورت تاعها اللي بيطلع على شكل سنوي بتهتم بالانسيدنت ريت، بينما احنا بنشوف إدارة التمريض في وزارة الصحة تهتم في البريفالنس ريت، لانه بيحسبوها على الورك لود وعلى عبء العمل وقديش راح يكون عدد العبء اللي موجود على التمريض لما يشتغل دريسنج او يشتغل في الوند كير او يشتغل في كذا ويشتغل في كذا. اذا هذا الموضوع بناخده بعين الاعتبار مع هذا الموضوع بهذا الشكل. اذا فهمنا إحنا لهذه الأسباب كتير مهم، بحيث إنه إحنا بخلينا نتوجه ونفهم بالضبط الطريقة اللي إحنا نحتسب فيها موضوع الـ prevalence والـ incidence. الموضوع هذا بتحسه كتير مهم مع surgical site infection، لأنه surgical site infection كمان يحسب علاقته مع الوقت بشكل أجدر، بحيث إنه نوع العملية بتدخل نوع العملية مع علاقتها في تكون السيرجيكال سايت انفكشن من عدم تكون السيرجيكال سايت انفكشن. اتوقع انه يعني احنا اخذنا عليها امثله في الاحتسابات السابقه، فما بدي اغلبكم انا فيها كثير. هاي بضل في عندي بس نقطه مهمه نحكي فيها على ال